اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا هنتكلم النهارده يعني هنقدم لكم نموذج شبابي جميل جدا للشباب اللي اهتموا بتاريخ بلدهم واهتموا بحرب اكتوبر وحبوا ان هم يؤرخوا ليها بشكل جديد ومختلف، علشان دايما بنقول ان الشباب والاجيال الجديده محتاجين هذا التواصل ومحتاجين طريقه تكون قيمه لسرد المعلومات التاريخيه اللي بتخص هذه الحرب. تعالوا مع بعض نتعرف اكتر على هذه المجموعة اللي احنا بنقول عليها مجموعة 73 مؤرخين، اللي هي مجموعة من الشباب اللي ما عاشوش الحرب ولكن حبوا ان هم يرصدوها ويرصدوا كل اخبارها وتاريخها علشان يقدموها بشكل مستمر للاجيال الجديدة. معانا ضيفنا داخل الاستوديو دكتور أيمن عيد، مدير وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمجموعة 73 مؤرخين. أهلا بيك دكتور أيمن. أهلا وسهلا بيك يا فندم. يعني خلينا في الأول نتعرف على المجموعة دي، يمكن في كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة أو ما سمعش عنها، فتعرفنا تاريخها، هي ابتدت إزاي وبقالها كام سنة تقريبا؟ مجموعة 73 مؤرخين بدأت من 2008 إنها بتقوم بتوثيق البطولات مع أبطال اللي شاركوا في الحرب مختلف المحافظات، في أي مكان في الجمهورية، في كل أنحاء الجمهورية بنروح ونبتدي نسجل مع الأبطال. هي بدأت في 2008 وبعد كده انطلقنا عن طريق السوشيال ميديا، فقمنا بإنشاء موقع ويب سايت خاص بينا باسم مجموعة 73 مؤرخين، وابتدينا إن احنا نروح مع كل بطل نسجل الرواية بتاعته، ثم نتحقق من صدق الرواية بأكتر من طريقة بأسلوب علمي أكاديمي بحت. تمام. سواء من المصادر المقروءة أو حتى الوثائق الرسمية الخاصة بأي معركة بيتكلم عنها البطل. كان الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى الاول في ان احنا الاستمراريه الى الان، الى اللواء الله يرحمه محمد زكي عكاشة اللواء طيار، والكاتب الكبير العظيم رحمه الله عليه جمال الغيطاني، والشهيد منسي، انهم كانوا دايما بيدونا دافع ان احنا الاستمراريه في توثيق حدث بيحاول الجانب الاخر تزييف بعض الحقائق التاريخيه الموثقه اللي نفذت على ارض الواقع. صحيح. بس يعني ما عرفناش الفكره ظهرت ازاي في البدايه، يعني انت قلت البدايه كانت من سنه 2008، مين اللي بدات عنده الفكره وكان سببها ايه؟ كان البدايه مع استاذ احمد زيد، ده مؤسس المجموعه. الفكره بدات في اطار ان مجموعه من الشباب كانوا طول الوقت بيقضوا وقتهم على السوشيال ميديا الفيسبوك، فابتدينا ان في بعض يتناول اخبار عسكريه متعلقه بحرب اكتوبر، الاستنزاف ب 67، يعني مجموعه من الشباب. نعم. كان لافت انتباههم من البدايه فكره التاريخ الحربي لمصر. نعم، خاصه وكانوا بيبحثوا عنها في السوشيال ميديا. ده حقيقه، خاصه ان احنا كمان لقينا ان بعض عملنا دراسه استسقائيه كده خاصه ب المعلومات المتوفره في البحث الميداني. تمام. في الشارع مين يعرف ايه عن حرب اكتوبر؟ فتفاجئنا وكانت الصدمه بالنسبه لنا كبيره ان حرب اكتوبر في الاعمار المتراوحه ما بين 15 او 12 سنه هي كوبري 6 اكتوبر ومدينه 6 اكتوبر. ده اللي احنا بنتكلم عنه بقى. نعم. وهي دي النقطة المهمة اللي احنا دايما بنحاول نلفت الانتباه ليها في كل مناسبة، في كل عمل احتفالات 6 اكتوبر، ان الاجيال بتيجي اجيال جديدة سنة ورا سنة ورا سنة، في منهم طبعا السن الصغير ما يعرفش حاجة. نعم. فاحنا ننقل لهم المعلومة دي ازاي وبشكل بقى مختلف وجذاب عن الاجيال السابقة، يعني يمكن الاجيال السابقة كانت بتنقل لها المعلومة يمكن من اصحاب المعلومة نفسها، من اللي كانوا معاصرين الحرب بيحكوا بطريقة مشوقة، بيحبوا الحدوتة أو الشكل التقليدي، إنما الأجيال الحالية مختلفة تماما. فدي طبعا نقطة مهمة جدا. قول لنا اتعاملتوا معها ازاي؟ يعني ازاي فكرتوا ان انتوا تتعاملوا مع المرحلة العمرية الصغيرة دي؟ دي كانت من التحديات اللي بتواجه المجموعة 93 منذ النشأة. زي ما قلت لحضرتك في الأول احنا بدأنا بالويب سايت، طبعا لما لقينا إن الشباب ما بيقروش فانتقلنا الى عالم السوشيال ميديا عن طريق ان احنا نديله المعلومه. صحيح. في كبسوله تاريخيه. تمام. يعني كانت تكون المعلومه 4 دقائق كتير، اول 4 دقائق كمان. طبعا عن طريق ايه؟ عن طريق قناه، احنا عملنا قناه على اليوتيوب اسمها مجموعه 73 مؤرخين، وصفحه على الفيسبوك اسمها مجموعه 73 مؤرخين. الموقع بتاعنا بيزور من كل انحاء العالم، كل الناس في اي مكان بيخش على الويب سايت يلاقي اي معلومه عايزها. يعني طيب. حتى المصريين المغتربين كمان فكره كويسه ان هي المعلومه توصل لهم حتى لو مش عايشين في مصر. ومش باللغه العربيه بس، احنا جميل. الحمد لله في شباب بيبقوا متطوعين، لان العمل في المؤسسه عمل تطوعي بدون اي مقابل، هو حب ان نحافظ على التراث والتاريخ بتاع بلدنا اللي بيحاول الجانب الاخر تزييفه وبس حقائق غير صحيحه. كانت الفكره احنا بعد ما عملنا الموقع جينا عاملين القناه، بعد القناه ابتدينا ننزل الاحداث والقصص في شكل انفوجراف. مجرد معلومه والبطل بيحكيها. ثم انتقلنا مرحله اخرى ان احنا نعمل رحلات المزارات العسكريه وصحبه الابطال صانعي الحدث، سواء كان في خط الجيش الثاني او خط الجيش الثالث. لا، بتعملوا الرحلات لمين؟ في ناس مدارس، يعني مثلا احنا مستشفى 57 دايما على التحرك معانا في المزارات العسكريه. تمام. طلاب المدارس، طلاب الجامعات، بنعمل كمان زيارات بالابطال للجامعات او المراكز البحثيه او المكتبات العامه. المدارس دي مهمه جدا طبعاً، لان احنا بنقول الاجيال الصغيره اللي ممكن ما يكونش عندها المعلومه. احنا الحمد لله عملنا لحد النهارده حوالي 245 ندوه في مدارس مختلفه من انحاء الجمهوريه، من الاسكندريه الى اسيوط. جميل. بعد كده انتقلنا لمرحله ثانيه بقى، ان احنا ابتدينا ننتج مجموعه من الافلام. كانت اول مجموعه افلام بالنسبه لنا كان اجنحه الغضب 1 واجنحه الغضب 2، وده كان بيتكلم عن دور الطيران المصري. يمكن كتير ما يعرفش البطولات اللي تمت من الطيران المصري في فتره بدايه العدوان سنه 1967. ثم انتقلنا لمرحله اخرى ان احنا نعمل فيلم بقى يجسد ويبقى اثر تاريخي لمصر عن حركه الضربه الجويه، وكان اسمه فيلم ابابيل. والحمد لله بعد ما انتجنا الفيلم، وكان انتاج كل الافلام دي بجهود ذاتيه. طب انا كنت لسه بقى لفت انتباهي ان انت بتقول ان انتوا كلكم متطوعين. نعم. وصلتوا لمرحله ان انتوا تنتجوا فيلم، كام دقيقه؟ ابتديتوا بكام دقيقه مثلا؟ يعني لو بنتكلم في الافلام الوثائقيه بتبقى في الغالب كلها حوالي 20 دقيقه 30 دقيقه ماكسيموم 145 دقيقه. يعني يعتبر كبير برضه. نعم. كتير. الفيلم الوثائقي طبعا يمكن الناس ما تعرفش، تحرك الفيلم الوثائقي بيبقى صعب جدا، سواء اذا كان في البدايه من ان انت تبحث عن الوثائق التاريخيه، تتاكد من المعلومه، وبعدين تبتدي تعمل لها سيناريو كده ان هي تعرض ازاي بالصوت والصوره، فهي عمليه صعبه. وانتوا بتقولوا ان انتوا بالجهود الذاتيه، فانتوا حتى الافلام دي ما كانش فيه جهه مموله، ما فيش مثلا جهه حكوميه مولتكم زي الناس اللي بتاخد تمويل مثلا من وزاره الثقافه، الشباب والرياضه، الحاجات دي كلها. بص هقول لحضرتك بالنسبه للدعم، احنا الحمد لله يمكن الشؤون المعنويه والقوات المسلحه اكتر حد بيدينا دعم لوجستي، ان احنا يعني كنت كلام مع حضرتك ان احنا حتى بعد فيلم ابابيل واجنحه الغضب وفيلم ابابيل كنا احنا اول ناس نخش المتحف القوات الجويه ونقوم بتجسيد الاعمال. يمكن حصلنا على تكريم من الفريق يونس المصري قائد القوات الجويه انذاك، وكلفنا ان احنا نجسد معركه المنصوره اللي هي العيد القومي للقوات الجويه، وفي فيلم متكامل وسيناريو متكامل وجاهز لاي بروديوسر يجي نشتغل معاه ان احنا ننتج الفيلم. من الجهات الاكثر دعما لينا كانت القوات المسلحه، شؤون المعنويه والقوات المسلحه. لما جينا انتجنا فيلم، الفيلم الاخير لينا كان فيلم كتيبه 418 دفاع جوي، ده كان بيتكلم عن كتيبه من الدفاع الجوي كانت في بورسعيد، اللي قدرت من انواع الطائرات الكبيره جدا اللي كانت ذات اهميه عند العدو انذاك تسقط زي الطائرات الاستراتو كروزر. دي من المؤسسات اللي كانت بتدعمنا. لكن لو هنتكلم بقى على الجانب الثقافي، احنا اخترنا وزاره التربيه والتعليم واخترنا وزارة الثقافة، وقد أخذنا تحركات في الموضوع، بس لما جينا ننفذ على أرض الواقع إلى الأسف إلى الآن مش عارفين ناخد خطوة في الموضوع لحد دلوقتي. يعني عايزين محتاجين دعم أكتر من الوزارة عشان نقدر زي ما قلت لحضرتك إن إحنا مجموعة من الشباب. صحيح. والعمل التطوعي ده المفروض يعني المفروض يتم التشجيع بشكل اكبر. يعني احنا دايما بنتكلم على ان الشباب لازم يتم مساعدته ويتم دفعه ان هو يتجه هذا الاتجاه علشان الانتماء والوطنيه، ويعني نقل المعلومه من شاب لشاب بتبقى اسهل وبتوصل بشكل اسرع، وبيبقوا فاهمين الوسائل المؤثره في بعض. فاحنا بنتمنى ليكم طبعا كل الدعم من كل الجهات المعنيه والمسؤوله، سواء اذا كان معنويا او ماديا. لكن خلينا نرجع بقى لجزئيه ثانيه، وهي فكره توصيل المعلومه السليمه. يمكن احنا معانا تقرير دلوقتي برضو بنوضح فيه بشكل اكتر لكل الاجيال الجديده فكره خط بارليف، تم اختراقه ازاي ومين صاحب الفكره دي. نقطه بنحب دايما نكررها وبنحب نوصلها للسن الصغير. تعالى نشوفه دلوقتي مع حضرتك ومع كل المشاهدين، نشوف الفيلم التسجيلي او التقرير الخاص بخط بارليف، وبعدين نرجع نكمل كلامنا. بنرجع لكم مرة تانية ومع ضيفنا دكتور أيمن عيد. يمكن من خلال الفيلم التسجيلي أو التقرير اللي احنا شفناه وفيه لقطات حية، خلينا نقول إن فكرة البحث عن المعلومة اللي تخص جزئية معينة حصلت فعلا في حرب أكتوبر، أعتقد أنها من أصعب الخطوات اللي انتوا بتقوموا بيها. ده حقيقة، لأن زي ما تعلمنا ودرسنا في مصادر البحث التاريخي ان حتى في الروايه الشفهيه عشان اصدق الروايه دي واكون موثقه لازم اتفق عليها ثلاثه. الى جانب الروايه الشفهيه في مذكرات القاده، مذكرات حتى مذكرات الشخصيه لازم يكون التعامل معاها برضو بحرص وصولا الى الوثيقه الرسميه. الجانب الاخر كل سنه او كل ذكرى بيطلع مجموعه من الوثائق. يعني على سبيل المثال كنا احنا كمجموعه 73 اول ناس اثبتت ان احنا اغرقنا مدمرتين، مش مدمره واحده يوم 21 اكتوبر سنه 67، هي مدمره ايلات ويافا. هو بيحاول طول الوقت ان هو يزيف حقيقه هذا الامر. وفعلا فكره حرب اللي احنا بنقول عليها حرب السوشيال ميديا او الجيل الرابع اللي فيه كتير ما هماش مقتنعين بها ومصدقينها، هي سلاح دلوقتي في ايد اللي بيحب يزيف معلومه او يقول كلام خاطئ علشان يبقى فيه مقاومه للحقيقه التاريخيه. ده حقيقه. يمكن من ضمن الوثائق اللي احنا حصلنا عليها وثيقه صادره من قائد المدمره يافو بيتكلم فيها انه تم اصابته من خلال لانشات صواريخ. يعني انت بتجيب كل معلومه بتقدمها للشباب موثقه، نعم، مش مجرد كلام مرسل. لا طبعا، من الجانب المصري ومن الجانب الاخر حتى من الكتابات اللي هم بيكتبوها كل فتره عن الذكرى الخاصه باكتوبر. واحب اوضح بس ان اكتوبر ما بداتش يوم 6، احنا اكيد طبعا اكتوبر بدا يوم 5 يونيو 67، يوم ما اسرائيل ما كانش عندها غير غواصتين، واحنا غواصه حصل لها عطل فتم سحبها اللي قعدت شهر عقبال ما رجعت لميناء حيفا بفضل اللي هو عبد المجيد عزب. والغواصه الثانيه غواصه دكار اشهر غواصه تم اغراقها، يمكن وهم جم بعد كده في الثمانينات عشان ينتشروا البقايا الجثث او الحاجات الثانيه. الشيء بقى بشيء يذكر، بعد 67 ظهرت منظومه صواريخ بطول الجبهه بعد ما فشلوا في انهم يوصلوا منطقه راس العش او ينتصروا في منطقه راس العش، معركه راس العش. المجموعه دي او الصواريخ دي كانت بالنسبه عندنا احنا في الجبهه عندنا ما كانش حد يعرف عنها حاجه، حتى الاستطلاع اللي على الجبهه الخط الاولاني في مجموعه من صواريخ، هم صواريخ ولا مش صواريخ؟ طب هي مواسير فاضيه ولا خداع هم بيستخدموه؟ صحيح. فكان لازم نجيب ده، فتمت التسكير مثلا ان احنا نبتدي عن طريق اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع نكلف مجموعه تجيب لنا نوع من الصواريخ ده والمنظومه دي. طب هنجند حد يجيب لنا المعلومه، طب هنعمل استطلاع جوي. فكره التجنيد اتطرحت بعد كده، ثم قمنا بالاستطلاع الجوي، لكن الاستطلاع الجوي ما جابش، احنا كنا بنطير على ارتفاعات عشان صواريخ الهوك اللي كانت موجوده. طب هنعمل ايه؟ كانت الفكره بقى بالنسبه رحمه الله عليه فريق احمد صادق ان احنا نجيب مجموعه 39 قطار بقياده العميد ابراهيم الرفاعي، هم اللي يقوموا بتنفيذ العمليه دي. وقد كان تم تكليف المجموعه من خلال رحمه الله عليه النقيب انذاك الرائد علي محمد طه علي نصر والعميد، علشان معظم الاسماء علشان يصلوا. طب خلينا في الجزء الوثائقي اللي حضرتك بتتكلم عليه، ما هي دي توصل للمعلومه دي مهمه جدا، مهمه جدا. ليه؟ لان هم بعد ما قدرنا ناخد ده اقترحوا وثيقه جديده ظهرت على الويب سايت بتاعهم ان العمليه فشلت، وده غير حقيقه. لان لما قعدنا مع الظباط 39 قتال تفاجئنا ان فرد لوحده من 39 قتال الرقيب اول مجند عبد المنعم غلوش هو اللي راح سباحه بطول القناه وجابت 3 صواريخ، ما جابش صاروخ واحد، وان الصواريخ دي بعد ما جاتنا وعملنا عليها التجارب استخدمناها احنا ضدهم. وبكده انتوا قدرتوا تطلعوا بالحقيقه، نعم، اللي هي تقدر يعني تكذب الاقاويل اللي هم والادعاءات اللي هم بيقولوها. وده فعلا. طب نرجع تاني بقى لجزئيه مهمه، انتوا دايما على طول كل سنه زي ما بنقول بيظهر مجموعه جديده من الوثائق، بيفرج عن بعض الوثائق للاعلام، نعم، فبنحتاج ان احنا نوصلها بشكل مباشر للمواطنين وللشباب بصوره خاصه. يمكن اخرها عندكم ان انتوا فكرتوا ان انتوا تعملوا حاجه جديده، فيلم جديد او وثائقي جديد عن البحريه. يعني برضو بنتكلم ان بيبقى في دور لبعض الوحدات بتظهر كل سنه، فايه الجديد عندكم اللي انتوا بتحضروه دلوقتي؟ هو كل الافرع كانت مسلحه، احنا بنتكلم في 1,200,000 مقاتل كانوا موجودين وشاركوا في الحرب، وكل فرع كان له دور محدد في ميعاد معين. طبعا احنا لو قعدنا نفكر في كل قصه تقدر حضرتك كل سنه تعملي منها فيلم. لو نتكلم بقى على القوات البحريه، القوات البحريه زي ما قلت لحضرتك في الاول من 67 له الدور بتاعها، سواء اغراق مدمره ايلات او يافا. لو هنتكلم على 73 يمكن انا شرفت كنت من ضمن الفريق اللي اشتغل على الموضوع ده، ودي بتثبت بالوثائق ان احنا كانت في قاعده بحريه متقدمه انشاها العدو الاسرائيلي سنه 1970 لخدمه منطقه مصر حمايات البحر الابيض المتوسط ورصد اي تحرك للقوات البحريه بتاعتنا في 73 او حتى فتره الاستنزاف، وخدمه القياده الجنوبيه عن طريق بث معلومات استطلاع. كانت الفكره مبنيه ان تنفيذ حتى عمليه الهجوم على القاعده دي خلال فتره الاعداد ليها ابهام العدو بان هيتم ابرار مجموعه من الصاعقه على المنطقه. وهنا كانت الفكره، لا فاحنا قدرنا ان احنا نوصل القوات البحريه او الانشات التربيه المعدله انذاك لتقوم بالقصف في توقيت بعد ما الحرب كانت بدات، وعنصر المفاجاه كان خلاص صحيح. اصبح مش متواجد. يمكن من الناس اللي شرفت ان انا برضه يمكن اتحدث معه كان اللواء صالح حجازي تحت اشراف القائد العمليه صلاح الطبجي، واذا تحدثنا عن العمليه بتفصيل هنحتاج ما التفصيل ده بقى لازم نعرفه من خلال العمل اللي انتوا هتعملوه ويخرج للنور ان شاء الله. خليني اختم معاك بان انا عايزه اعرف منك، انتوا بتقولوا مجموعه للشباب، في شباب كتير متحمس ونفسه ان هو يشترك معاكم، ممكن يتقدم ويشترك معاكم ازاي؟ احنا المقر بتاعنا موجود، او عن طريق صفحه تواصل مع صفحه المجموعه 73 على الفيسبوك او عن طريق الويب سايت. نرحب بكل الناس تقدر تدينا دعم، سواء بعمله التطوعي معانا، سواء في التسجيل او التفريغ او حتى عايزين حتى يعيشوا التجربه معاكم. يا ريت ان عاوز اقول لحضرتك حاجه، انت بتقعد حضرتك تسجلي مع بطل سنه دلوقتي 70 سنه، هو ممكن يكون نفسهم ان هم فعلا يبقى في همزه وصل يعني يربط ما بينهم هم كجيل جديد، ان هم يشوفوا بطل من ابطال حرب اكتوبر ويقعدوا فعلا يتكلموا معاه ويسمعوه. نعم، يعني حتى بتتكلمي في بطل دلوقتي موجود عنده سن 70 سنه، ايام الحرب كان 23 21 22 سنه. صحيح. فلما تقعد حضرتك تسمع القصه ان كل هدفه هو تحرير الارض وازاله اثار العدوان اللي موجوده، وما ينفعش يبقى احنا موجودين بالزبط. وفي عدو على الارض بتاعنا. بالظبط. فده بيديك طاقه ايجابيه حتى على مجال العمل بعيد عن الحرب، ان بالروح دي كانوا بيقاتلوا، ما بالك احنا بقى المفروض دلوقتي. حتى يمكن سياده الرئيس ذكر موضوع معركه الوعي، واحنا لازم بالظبط، وهي يعني خليني اختم بكلمه معركه الوعي. يعني يمكن سياده الرئيس دايما بيتكلم وبيؤكد على فكره ان احنا اكبر المعارك اللي احنا بناخدها الان، خصوصا المجتمع نفسه بياخدها، هي معركه الوعي. نعم. والوعي مرتبط ارتباط وثيق بنوايا الثقافه الراقيه اللي انتم بتقدموها لكل الاجيال من شباب لشباب زي ما قلنا. انا نعم. بشكرك جدا، شرفتنا النهارده دكتور أيمن عيد، مدير وحدة الدراسات العسكرية والأمنية بمجموعة 73 مؤرخين. أنا بشكرك وبشكر كل المشاركين معاك على مجهودهم الجميل والرائع، على وطنيتهم وحبهم لمصر وحبهم لشباب مصر، إن هم عايزين يوصلوا لهم هذا التاريخ اللي كلنا بنفخر بيه إلى الأبد. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. شكرا ليك. وبكده أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده.